السلام معكم في العالم هذا الصباح. وفي إنجاز كويتي جديد، نجح قسم الصيدلة في مركز الكويت لمكافحة السرطان في اعتماد آلية غير مسبوقة تتمثل في إدخال جهاز الروبوت في تحضير الأدوية الكيماوية المتعلقة بعلاج السرطان دون تدخل مباشر من الكادر البشري. نعم، ذلك يتم في عملية تحضير تكنولوجية تصل نسبة دقتها إلى 99%. التفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي. لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بدأ العمل بجهاز الروبوت في قسم الصيدلة في مركز الكويت لمكافحة السرطان لتحضير الأدوية الكيماوية لعلاج السرطان الذي يصل دقته إلى 99% مقارنة مع الطرق التقليدية. في الحقيقة الجهاز هذا فيه ميزة كبيرة، أنه يقدر يعمل أكثر من تحضيره، يقدر يساعدنا في تقليل السيفتي. جهاز روبوت متواصل العمل فيه بشكل يومي، لازلنا في مراحل الأولية، تقريبا صار أكثر من 3 شهور نعمل على هذا الجهاز، ولله الحمد قلل لنا اللي هو خطورة التعامل مع أجهزة أو أدوية العلاج الكيماوي، وساعدنا في السيفتي أو مراحل الأمان موجودة عندنا. أيضا ساعدنا في موضوع اللي هو موضوع أن إحنا عندنا اللي هو وزن الجرعة بالضبط، الأكيوريت يعتمد على وزن المريض. تحضير الدواء في الجهاز يستغرق ما بين 2 إلى 5 دقائق، كما يمكنه التعامل بمرونة مع أنواع متعددة من الأدوية الكيماوية. علاج أدوية السرطان، إذا قلنا من اللي هي أدوية الثدي أو قلنا أدوية البولون أو أيضا أدوية الجهاز الهضمي وأدوية أيضا اللي هي الأدوية المناعة اللي هي تعتبر تطور حاليا في العلم، وأيضا يساعد في أدوية أمراض الدم وأمراض اللمفوما. الروبوت مجهز بذراع آلي بستة محاور ومجموعة من المزايا المبتكرة لضمان الدقة، ابتداء من تحديد المنتج عبر نظام الكمبيوتر ووصول الدواء إلى المريض. بيجلنا إن هي التحضيرة موجودة هنا، بنعمل عليها سكان بيطلع لنا الليبل، بعد ما يطلع لنا الليبل بنبدأ نجهز التحضيرة وندخلها على الجهاز من هنا، بندي ان هو خلاص ستارت، هيبدا الريبورت يحضر التحضيره، والارم ده بيبدا ان هو يشتغل، وبعد ما يخلص التحضيره بيدينا الارم على شاشه الكمبيوتر ان التحضيره دي خلاص خلصنا منها. بنبدا ان احنا ناخد التحضيره ونعمل لها سكان، وفي الاخر يتبع لها الليبل النهائي من هنا، الليبل اللي احنا بنطلعه للبيشنت. الجهاز يختصر ما لا يقل عن 80% من الخطوات اللازمة لتحضير المحاليل الكيماوية المتعلقة بمرض السرطان مقارنة بالطرق التقليدية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون ضيفتنا في الاستوديو الصيدلانية بالقسم الكيميائي في مستشفى مكي جمعة الدكتورة فاطمة علي دشتي. أهلا وسهلا فيك، صباح النور. صباح النور، يا هلا فيك. الموضوع موضوع مهم جدا وشائق مثل ما يقولون. شلون الروبوت يساعدكم في أنكم أنتم شلون تسوون هذه الأدوية المضادة والخاصة بالسرطان؟ أولا شكرا على الاستضافة. الروبوت بصفة عامة نستخدمها لتحضير التحاليل الوريدية لعلاج الكيماوي. انزين، فهو نفس احنا نكون باك اب حق الروبوت، يعني نكون مساندة حق الروبوت. انزين، اوكي، انتم كعنصر بشري تكونوا موجودين وتستخدمونه، يعني مثلا هل في جهاز معين هو بروحه يشتغل وانتم تتابعونه؟ أيه؟ ولا ايد بايد مثل ما يقولون؟ لا، هو الجهاز يشتغل بروحه، اللهم احنا ندخل المعلومات وكذي ويشتغل بروحه الجهاز. والله تمام. طيب الادويه اللي يصنعها الروبوت فعاليتها حالها حال الادويه اللي الثانيه اللي خاصه بعلاج السرطان، حالها حال اللي نحضره يدوي. الشيء الوحيد ان احنا ما نتعرض حق المخاطر، يعني السيستم بالروبوت يكون مسكر تماما. يعني هذه التقنيه اللي اضافها الروبوت، ان انت ما تتعرضوا للمخاطر، المخاطر الروبوت ما يصير فيه شيء. بالضبط، فهذا الموضوع اللي فيه فادوكم فيه بوجود الروبوت. بس فعالية الدواء اللي يطلع من الروبوت نفسه اللي احنا نحضره يدوي، يعني ما يختلف. نقول انه هو دقيق اكثر منكم انتم يا البشر.
هو اكيد دقيق لان يقعد يقيس لك بالملي. انزين احنا نحاول كثر ما نقدر ان نطلع دواء ان اكيرت ان بالضبط الجرعه المطلوبه منه، بس الروبوت بالملي يقيس الجرعه. حلو. انزين يعني شنو انواع السرطانات اللي هو يعالجها الروبوت معاكم في تصنيع الادويه؟ تقريبا كل انواع السرطان موجوده بمكه جمعه. ونقدر نحضر كل الادويه اللي عندنا بالروبوت. انزين حتى الادويه اللي صعب ان نحلها، عندنا ادويه ان تصير على هيئه باودر لازم نحلها قبل. فالروبوت يساعدنا تحلونها. شنو يعني مركبه يعني ولا نحط عليها مثلا مايو ملح بالضبط، محلول مايو ملح، فهاي تاخذ منه مجهود وتاخذ منه وقت. الروبوت يساعدنا بهالشيء. حلو جميل. ان نستفيد من الوقت. اذا كان في ان ايام تكون زحمه وايد فالروبوت يساعدنا. طيب يعني وجود الروبوت حاليا يغنيكم عن الادويه المركبه او ادويه التركيب؟ اكيد لا، اكيد لان دور الصيدلاني وايد مهم في تحضير الكيماوي. قلت لك الشيء الوحيد اللي الروبوت قاعد يساعدنا فيه المخاطر. حمايتكم انتم. حمايتنا احنا، هذا الشيء الوحيد. دور الصيدلي وايد مهم. هو شنو؟ هو نفس قاعد يصير تكرار الستبس نفسهم. الستبس نفسهم، خطوات قاعد تتكرر. اللي يصير بالروبوت نفسه يصير برا بالتحضير. بس مثل ما في بالمصانع روبوت، بس ما نستغنى عن الايدي العامله. صحيح. مستحيل نستغنى عن الايدي العامله. يعني دوركم انتم في التعاطي معه والتعامل معه، تشوفونه يساعدكم، ياخذ الوقت يصير اكثر، شنو بالضبط؟ هو وايد يساعدنا. قلت لك في ايام مثلا تي لنا فايلات وايد، تحضيرات وايد، فالروبوت يقلل منها شيء. نقدر نودي الادويه اسرع حق المرضى، فوايد قاعد نستفيد منه وايد. تصنيعها اسرع او تحضيرها اسرع؟ تحضيرها اسرع. طيب الروبوت هذا يبرمج، تبرمجونه يعني على ادويه معين او على مثلا جرعه معينه او على عفوا خلينا نقول مثلا شلون اوصف لك اياها، جرعه او ادويه معين او انه مثلا نوع من السرطانات اللي موجوده في مكه جمعة. هو الروبوت اوريدي جاي بروجرامد اوريدي. انزين فاحنا شنو عندنا؟ نمشي بقسم الكيماوي على ورك فلو معين. يلنا الملف من الاجنحه. جميل. انزين ندخل رقم الملف، ندخل الدواء المطلوب منه، ندخل الجرعه المطلوبه. انزين بعدين يطلع لي اوبشن يا احضره يدوي او عن طريق الجهاز. انزين ما يصير ضغط عليه؟ هذا هو. فشي نحتاج ان الصيادله يكملون على اليدوي. احنا عندنا الحين مكه جمعه جهاز واحد فقط. فان شاء الله بعد كم سنه انه راح يكون اكثر وراح يزيدون الاجهزه ان شاء الله. طيب انتم البرمجه هذه يعني مجرد انه يعني مثلا معلش هذا جهاز اوكي، فممكن انا اي ابرمج شيء معين او اطلب منه شيء معين، تي زميلتي هذه تطلب شيء معين عقبه اوكي، انت جيتي دكتوره وطلبتي، اخاف يصير خلط. هو لا قلت لك هو اوريدي بروجرامد. فانا شنو يعني الحين انا لما انقي اوبشن الجهاز ان اختار الجهاز مو اليدوي راح تطلع لي على سكرين مالت الجهاز نفسه. نعم. انه والله في تحضيره لازم تحضرينها. اسوي كونفيرم. هو اوريدي بروجرامد في كل الادويه. كل شيء يعني كل دواء ولا شلون طريقته بالضبط. حتى هو يقول ليش كثر السرنجه اللي يبيها، شنو الدواء اللي يبيه. في حال حطيت دواء غلط سرنجه غلط راح يطلع لي ورنينج انه ستوب اللي قاعد تسوونه غلط. فهمت؟ فكذي يعني شيء عجيب. اي يحط لك ما يزف زي رشوة. اذا دكتوره فاطمه علي دشتي طبعا صيدلانيه بقسم الكيميائي في مستشفى مكه جمعه، شكرا جزيلا لك. مشكور. يعطيكم العافيه ونرجو لك التوفيق ان شاء الله. ويزيدون الروبوتات ويريحونكم ان شاء الله ويخففون عنكم المخاطر ان شاء الله. تسلم. ما تقصر. شكرا لك.